اولا نشكر الحضور الكريم على تشريفه لنا في هذه الحمله الجهويه لوقف العنف ضد النساء في نسختها العشرين. تنظم جمعيه اتحاد المراه المغربيه. انا كطبيبه واخصائيه في امراض الكلى كنستضيف الحالات كثيره ديال النساء معنفات، وكنرسلوهم لمراكز استماع اللي كنشرفوا عليهم فاعلات جمعويات منهم استاذ اهلي الخديجه، وهنا كيساعدونا. شحال من المراه ردينا البيت ديالها، وشحال من مراه معنفه خدينا لها الحق ديالها، ولكن هذا الشيء هادشي كاين، ما كنقدروش نقولوا ما كاين. العنف الجسدي، العنف اللفظي، اللغوي، المعنوي، دابا الصحي. انا كطبيبه شفتو كيعانيو كيعانيو بشكل كثير. هذيك المراه راه نواه المجتمع. الى المراه ظهرت نفسانيا راه كينهار المجتمع كله، كنهار الاسره وكينهار المجتمع. باش غتعطي هاد المراه؟ ما كتبقاش تعتني حتى بنفسها، وما تبقاش تعتني بالاطفال ديالها. يعني ما خصهاش تعنف، ولا كاين العنف حتى الاقتصادي. كيكونوا اقتصاد ديال النساء معنفات، هادشي ما خصوش يكون. وحنا كنستغلوا هاد الفرصه ديال الحمله 20، كنطلبوا على الله سبحانه وتعالى يتحد من هادشي، ونعطوا للمراه المكانه ديالها اللي هي مكانه كتستحقها. حنا مجتمع واحد كيمشي بجوج رجلين ماشي بجوج، كاين المراه كيف الراجل، ولا العنف ضد النساء. حسني خالد، المدير الاداري للمركز المغربي للوساطه والتحكيم. التجمع اليوم جاء لتشجيع او اشاعات فكر الدبلوماسيه والتفاهم والحوار بين الزوجين، والذهاب بعيدا عن العنف ضد المراه خاصه والعنف الاسري بصفه عامه. لذلك فالعنف ياتي بعد نفاد التفاهم، بعد نفاد التواصل بين الزوجين، وعدم قدرة الزوج بصفة خاصة على التفاهم مع الزوجة والحوار، فيلجأ إلى العنف من أجل تنفيذ أوامره، وهذا يبرز ضعف القدرة التواصلية للزوج وقدرته على التفاهم والحوار. وسيلة عنف قاهر يمكن أن تؤدي في شعار جميعا من أجل فضاء رقمي